ولمراقبة الوضع الإنساني عن كثب. بتنضم إلينا من رام الله سيدة نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك ومرحبا. يعني ما زالت يعني هذه الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها 121. ما هي آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الآن في ظل أيضا توقف كثير من الإمدادات والتموين فيما يتعلق لكثير جدا من الوكالات والمنظمات المعنية أيضا بالشأن هناك في قطاع غزة؟ أهلا بك، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي أوضاع كارثية للغاية على الصعيد الإنساني وعلى صعيد الخدمات الصحية والطبية. لازالت الأوضاع تسوء أكثر، لا سيما مع استمرار القصف الإسرائيلي في كل أرجاء قطاع غزة وتكثيف الاحتلال لغاراته وقصفه على محافظة خان يونس. لا توجد أماكن آمنة تتجه إليها الناس، اضطرت الناس للنزوح أكثر من مرة. 90% على الأقل من السكان في قطاع غزة باتوا اليوم نازحين. أوضاعهم الآن فاقت المأساوية نتيجة اكتظاظ الكثيرين منهم. أكثر من نصف سكان قطاع غزة الآن موجودين في منطقة رفح بعد أن اضطروا للنزوح إليها، وبالتالي هم إما موجودين في مراكز الإيواء التي لم تعد تتسع لأي نازح جديد. كل النازحين الجدد الذين خرجوا من محافظة خان يونس هم يتواجدون في الشوارع وعلى الطرقات، وحتى أنهم يفتقرون حتى للخيمة لأنه لا يوجد أعداد كافية من الخيم تكفي لآلاف النازحين. يفتقر الناس للطعام والماء الصالح للشرب مع فصل الشتاء والأمطار. أيضا المعاناة تتفاقم أكثر وأكثر نتيجة البرد والأمطار التي تدخل على خيم النازحين، عدم توفر أغطية دافئة وملابس دافئة كافية للأطفال، وبالتالي أوضاع صعبة للغاية. يتزامن ذلك مع انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين بسبب انعدام النظافة وعدم توفر المياه. الكثير من الأمراض تنتشر وتهدد حياة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. طب الآن بما أنك مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، ماذا عن آخر التطورات فيما يتعلق بالضحايا، أعداد النازحين وأيضا أوضاع النازحين بالتحديد في هذه الخيام المتدهورة كما ذكرتي سيدة نبال؟ يعني نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني لدينا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومقر الجمعية في خان يونس. داخل مقراتنا حوالي 8000 نازح يتواجدون الآن داخل مستشفى الأمل ومقر الجمعية. للأسف اليوم هو اليوم 15 على استهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية وحصاره. القصف الإسرائيلي العنيف لا يتوقف على الإطلاق في محيط المستشفى، بالإضافة إلى إطلاق النار على من يتواجدون في محيط المستشفى وعلى مقر الجمعية والمستشفى أيضا. خلال 12 يوم استشهد 43 شخص داخل أسوار مباني الجمعية، بالإضافة إلى إصابة 143 آخرين. حياة 8000 نازح في خطر نتيجة استمرار القصف العنيف وإطلاق النار. عدا عن أن الأوضاع اليوم باتت تنذر بكارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى داخل مستشفى الأمل. نفذ مخزون الطعام بشكل كامل الخاص بالنازحين، لم يتبقى طعام. غالبية النازحين هم من النساء والأطفال. حليب الأطفال أيضا نفذ، وهذا بكل تأكيد يهدد بجفاف الأطفال الرضع، إصابتهم بالجفاف. نفذ حليب الأطفال وحفاضات الأطفال، وكذلك الحال بالنسبة لحفاضات كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة. الأوضاع بداخل المستشفى صعبة للغاية، مخزون الوقود يكفي لستة أيام على الأكثر. نفذ أيضا مخزون الأكسجين والعديد من المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، المعدات الجراحية، عدا عن الأدوية لذوي الأمراض المزمنة
وبالتالي أوضاع كارثية بكل ما للكلمة من معنى داخل المستشفى، وحياة أكثر من 140 من طواقمنا ومتطوعينا، بالإضافة إلى 100 جريح ومريض، عدا عن 8000 نازح، هي الآن في خطر نتيجة استمرار الحصار وانعدام أبسط المستلزمات الأساسية من داخل المستشفى جراء استمرار هذا الحصار. سيدة نيبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت تحدثينا من رام الله، شكرا جزيلا لك.